ايوه اخيرا شرفت. انت اتاخرت حرام عليك قوي، انت لسه فاكر انا هموت جوع. استني 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 الفاكهه جبتها لك اهي وكله تمام. خدي اتفضلي 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 اتفضلي. استني 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 ما تلمسيش الخشب ما تلمسيش الخشب عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجه، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي ماشي اوكي. استني 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 ما تاخديش من الطبق كده على طول لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن تعدي. كلي ببقك على طول كلي ببقك. لا انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي يا عادل، حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطه بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا ببقك وانزلي يلا. بس 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 مش عارف مش عارف اكل زي القطط، حرام عليك يا عادل. موت، مش عايز اكل يعني. خلاص 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 انا هاكلك انا بطريقه تانية. بصي هاكلك ايه ده. استنى 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 ما تقلقيش ما تقلقيش، هاكلك بطريقه الحتف. واخده بالك دي طريقه هايله ومضمونه، بس اهم حاجه ما تلمسيش اي حاجه بايديك. يلا المشمشايه دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشايه المشمشايه افتحي بقك افتحي بقك يلا. هو اوبا ولا موز بالمره؟ اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رنا. عادل انا طاقيت، انا مش قادر استعمل يا جماعه، انا مش جربانه، حرام عليكم. انا زهقت من الحبسه اللي انا فيها دي. انا بصوا بقى يا جماعة، أنا جمعتكم النهاردة عشان نتكلم في نظام المروري اللي هيتبع إن شاء الله في الفترة اللي جاية جوه الشقة هنا. نظام مروري إيه يا ابني؟ أنت فاكر نفسك في ميدان التحرير؟ أكتر يا ماما من ميدان التحرير. اللي أنا بعمله ده يا جماعة حرصاً علينا إن إحنا ما ناخدش العدوى من اسمها إيه، رانيا مراتي يعني. فعشان كده أنا حريص عليكم يا جماعة، حريص عليكم. الله يخليك يا ابني، تسلملي. بصي بقى يا ماما، النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله الخطوط الحمراء دي هتبقى خاصه برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقه براحتها، توصل الحمام توصل المطبخ براحتها. بالنسبه للخطوط الخضراء دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله. طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف باذن الله. انا بقى مش مقتنعه بالهبل اللي انت بتقوله ده، وهمشي في الشقه براحتي وهبرطع. تبرطعي انت بالذات بقى يا سناء، هيتعمل لك حظر تجول بعد الساعه 6 بالليل. ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئه. ايه ماما عادل لو ما سكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مروريه بس في وشه المره دي. بس يا عادل معقوله تقول على اختك بيئه؟ ماما انا ما بفتريش على حد يا ماما، انا عملت دراسه كامله لكل الناس اللي ساكنين هنا في الشقه، اكتشفت ان سناء محمله ب 2 طن من المواد المشعه اللي تعتبر عباره عن يد 2 كب ألف 4 زائد مغنيس الصوديوم زائد فوسفات وحاجات. عشان كده انا شايف ان هي سناء وهي محمله بهذا الكم من الحاجات الملوثه للبيئه لو اصطدمت برانيا ممكن. شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصل ايه في الشقه. اه والله عندك حق، ده الشقه ممكن تولع. عشان كده انا بحاول احافظ عليكوا يا ماما. ميرسي يا بيبي، ربنا يخليك لي يا ربي، عملتلي طريق مخصوص لي اروح واجي فيه مطرح ما انا عايزه في البيت يا حياتي. اه انت اعمل لك طريق هاي واي واحنا نتخانق بقى في الزحمه والاشارات. اه براحتها حبيبتي، بيعملي حسابك وانزلي بدري شويه. على فكره بقى دولا ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده اهو. بص احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه في حاله الاختناق، بس عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقشين في بعض. بس 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 الله يا عادل الله يا حبيبي الله. بصراحه يعني الانظمه المروريه دي سمه من سمات الدول المتحزلقه. بص بقى يا عادل، في بيج بروبلم، انا ما اقدرش امشي من الاوضه بتاعتي لحد المطبخ. من فضلك من فضلك اي نيد تاكسي. لا يا حماتي، من غير تاكسي ولا حاجه، انا هعمل لك طريق خاص يطلع من اوضتك على المطبخ دايركت. يا سلام، تعمل لها هي طريق طواري وتخلي امك تلف من طريق البلكونه الدائري. ماما اعمل لك ايه بس يا ماما؟ حاولي مثلا تبعدي عن المواعيد بتاعه الشغل والمدارس بتاعه العيال، هتمشي بسهوله قوي يعني. طب بابا انا ازاي بقى يا بابا هلعب في الشقه براحتي؟ ياسمين يا حبيبتي تقدري تلعبي في الشقه براحتك خالص على الخطوط الخضراء، بس ما تروحيش لا يمين ولا شمال، اما هتاخدي مخالفه يا ياسمين. تاخد ايه؟
تاخد مخالفه. ياسمين بقول لك ايه، برطعي واجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين، وانا معاكي يا حبيبتي. سناء هدي السرعه شويه وبلاش رعونه حفاظا على الارواح اللي موجوده في الشقه بعد اذنك. انا عارفه انت عامل فيلم العربي ده كله ليه، عشان مراتك توصل بسرعه واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمه ونتعطل. دلوقتي يا جماعه انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل. رمزي لفلهم ماشي دول هنا كده، كملنا بقيه اليوفط وكله هيلتزم، وانت تفضل ان هو واقف لمده اسبوع. اتفقنا؟ اتفقنا يا دولا. نزل ايدك. وبعدين يا رمزي، وبعدين هنعمل ايه؟ بقالنا اسبوع لغايه دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن. معلش يا دولا حبيبي، واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده، في التأني السلامه وفي العجله الحمامه. في العجله الحمامه؟ والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصوره دي، ده هي اللي مصبراني يا ابني، العجله الحمامه. شكرا يا دولا، شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلب لي بقى شاي بحليب. هو شيء ساده بس. حته يا حته. ايوه جاي استاذ عادل. امورنا يا باشا، هات لنا يا سيدي اتنين شاي ساده. حاضر يا باشا. استاذ عادل انا عايز اقول لسعادتك على حاجه بقى من الاخر، يعني سعادتك كده بقالك اسبوع شكلك يعني في حاجه ضغط على روحك المعدنيه، مشكله مصيبه. يعني هتعمل لي فيها دكتور نفساني؟ مشكلتي ومصيبتي مفيش اي حاجه خالص يا حته، في ايه استاذ عادل؟ من الاخر بقى انا عارف كل حاجه لباص. سيحتني يا رمزي الكلب. ماشي ماشي. على فكره دولا والله العظيم انا ما قلتش غير للواد حته بس. ده انت قلت الحته، انا قلت لكل الحته. ايه يا باشا في ايه يا باشا؟ وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجه عن حد خالص؟ الحكايه دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينه ومش زناتي، واخد بال سعادتك؟ ساكن في 15 حاره ام عاطف في الدور الارضي. لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجه على اي حد، برافو عليك. يعني اهم حاجه السر يبقى في بير طبعا، بس البير واضح بايظ ولا ايه؟ ما طولش عليك بقى يا باشا، قول طول. اخلص اخلص يا حته. ايوه يا حته اخلص بقى، اخلص وروح هات لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا. انا قلت شاي ساده. استاذ عادل من الاخر، الحل الوحيد في الموضوع بتاع سعادتك ده العلاج بالاعشاب. اعشاب؟ لا 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 لا، اعشاب بقى ودهن رجلك كتكوت والكلام ده كله، ده كل دي تخاريف يا باشا. صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده، الواد عشبه ده، ده محترم، واد خبير. خبير يعني؟ ماشي ممكن نشوفه، يعني مش هنخسر حاجه، بس انا مش مؤمن بالحاجات دي، بس يعني نجرب يعني. يا باشا سعادتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك واشوف ايه اللي هيحصل. رمزي اديله الموبايل بتاعك عشان نمرتي ما تطلعش عنده، يعني مش مؤمن اصلا بالحاجات دي يعني. حاضر يا دولا، بس حول لي بقى الرصيد. اخلص رصيدي. ثواني يا باشا وهتشوف الواد ده هيعمل ايه دلوقتي. سلم لي عليه. حاضر. انت تعرفه؟ لا. اي ضبط وخلاص؟ مش عارف ما بيردش ليه الواد ده. ايه مفيش سيجمن؟ الو الو، ايوه انا عشبه، انا حته. يالا يا الو يا حته. في مصلحه كده، في واحد عندنا محترم قوي قوي عندنا في القهوه هنا. ربنا يخليك يا حته. يعني بص من احسن الزباين اللي عندنا في القهوه يا حته. ده كتير يعني. اسمه الاستاذ عادل الشاعر. عادل الشاعر. مش كده يعني. مراته بقى جالها جرب، واخد بالك؟ واحنا عاوزين نعالج يا ابني. مراته جالها جرب. جرب بس حته. هي مش مراته قوي يعني. طب هكلمك تاني انا عشبه، هكلمك تاني.